أكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن التضييق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان بدعوى الصيام هو سخف لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد. وتساءل فضيلته في تصريحات له عن المسلم الذي لا يطيق رؤية زميله المسيحي بالعمل يأكل أو يشرب، أو مشاهدة مواطنين مسيحيين في المطاعم بنهار رمضان، كيف يطيق إفطار أطفاله الصغار غير المكلفين في نهار رمضان؟ أم أنه يضيق على أطفاله أيضاً ويمنع عنهم الطعام والشراب؟ وقد جاءت تصريحات فضيلة شيخ الأزهر بالتزامن مع تهنئته لمسيحي مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد. تحت عنوان رمضان ومحبة الأوطان، عقد قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ملتقى الهناجر الثقافي الشهري، وذلك بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية. وشارك في الملتقى كل من فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، ونيافة الحبر الجليل أنبا إرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. وقد أدارت النقاش الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر ومؤسسه.